بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق وأعان وألهم الفكرة لأحسن الكلام، وليس هناك أفضل من الانشغال بالقرآن، فبه نحيا وعليه نموت، ونسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا، ونتابع على بركة الله تبارك وتعالى مع شرح مصحف التبيان المفصل لمتشابهات القرآن الكريم، وما زلنا مع الجزء الرابع ومع الصفحة رقم 71. بداية المتشابهات فيها قوله تبارك وتعالى في آية 160: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه جاءت في الموضع الثاني في سورة إبراهيم في الآية 12، قوله جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وجاءت في آل عمران والمائدة والتوبة وإبراهيم والمجادلة والتغابن: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نلاحظ هنا أن الموضع الوحيد هناك في سورة إبراهيم في الموضع الثاني: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أما بقية المواضع فليتوكل المؤمنون. وهنا هذه القاعدة تأتي معنا كثيرة، وينصح الحفاظ بالعناية بالموضع الوحيد ضمن الآية. كذلك من المتشابهات قوله جل وعلا في آل عمران آية 161: وما كان لنبي أن يكون له أسرى. والأمر سهل ويسير إن شاء الله تبارك وتعالى بين الموضعين، ونقول يعني أن الآية السورة الأطول هي التي فيها الزيادة. كذلك من المتشابهات قوله جل وعلا: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جاء مثلها في سورة البقرة: ثم توفى كل نفس ما كسبت. كذلك في سورة آل عمران في الموضع الأول: ووفيت كل نفس ما كسبت. كذلك في سورة الجاسية: ولتجزى كل نفس بما كسبت. كذلك في سورة النحل قوله تبارك وتعالى: وتجادل عن نفسي وتوفى كل نفس ما عملت. ولعل هذا هو الموضع الوحيد الذي جاء فيه كل نفس ما عملت. كذلك نلاحظ أن موضع الجاثية الوحيد الذي جاء فيه زيادة الباء: ولتجزى كل نفس بما كسبت. كذلك من المتشابهات قوله تبارك وتعالى في آية 162: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. جاء مثل هذه الآية في سورة الأنفال: فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. نلاحظ هنا أن في سورة آل عمران: بسخط من الله ومأواه جهنم. فهنا نلاحظ أنه جاءت الحرف الذي يلي الباء السين بسخط من الله. أما هناك في سورة الأنفال الحرف الذي يلي الباء وهو حرف الغين: بغضب من الله. وهذه القاعدة كذلك التي تأتي معنا: إن رمت تثبيتا بلا أخطاء للحفظ خذ ترتيبك الهجائي. كذلك من المتشابهات قوله تبارك وتعالى: بما يعملون بصير، الوحيدة في القرآن في الأنفال. بقية المواضع في البقرة وآل عمران والمائدة: بصير بما يعملون. وهنا فائدة نقول: ما الفرق بين قوله تبارك وتعالى: والله بصير بما تعملون، وقوله تعالى: والله بصير بما تعملون، والله بما تعملون بصير، وقوله جل وعلا: والله بصير بما تعملون؟ نلاحظ هنا تقديم وتأخير يأتي لسبب: إذا كان الكلام عن عمل الإنسان يقدم العمل على البصر، وإذا كان الكلام ليس عن العمل وإنما في أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى يقدم البصر. كذلك من المتشابهات قوله جل وعلا في آية 164: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. جاء مثل هذه الآية في سورة الجمعة قوله جل وعلا: رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كذلك في أول البقرة قوله جل وعلا في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. نلاحظ هناك في ثاني البقرة قوله جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة.
نلاحظ أيها الأحبة آية آل عمران الوحيدة رسولا من أنفسهم، باقي المواضع رسولا منهم. وآية البقرة الأولى التي جاءت في سياق قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام هي الوحيدة التي جاءت بتقديم التعليم على التزكية، فاستجاب الله تبارك وتعالى، ولكن قدم الله تبارك وتعالى التزكية على التعليم كما هو واضح في الآيات. وهنا فائدة جميلة زاد في آية آل عمران من أنفسهم، لأنه سبحانه وتعالى من على المؤمنين به فجعله من أنفسهم ليكون موجب المنة أظهر، ليكون موجب المنة أظهر. كذلك في آية التوبة قال تبارك وتعالى من أنفسكم ليكون داعي الاستجابة والإيمان به أظهر. وسر التعبير بالأنفس أنه في مقام المنة، لأنه ما دام صلى الله عليه وسلم من أنفسهم فهم أعزة عليه وهو حريص عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا البيان يعني أن التعبير بالضمير في قوله جل وعلا منهم لا يراد به هذا المعنى. وفي هذا الحد الكفاية، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية، وكما نسألكم الدعوات الطيبات أن يوفقنا الله تبارك وتعالى لإتمام هذا العمل المبارك، وأن يوفق الله تبارك وتعالى يعني الجميع لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا جميعا للبر والتقوى، والحمد لله رب